وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية كشفت عما أثاره مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مخاوف بشأن سلسلة من الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن، حيث طالبوا إدارة بايدن بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في الشرق الأوسط. وفقا للوكالة، فقد بعث المشرعون إلى الرئيس بايدن رسالة أعربوا فيها عن معارضتهم الشديدة لما وصفوها بالضربات الأمريكية غير المصرح بها التي أدت إلى تصعيد أكبر مواجهة بحرية شهدتها البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال عقد من الزمن. وطالب المشرعون إدارة بايدن بتحديد السلطة القانونية المستخدمة في تنفيذ الضربات والحصول على إذن من الكونغرس قبل القيام بأي ضربات أخرى غير مصرح بها في اليمن.